السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا الكرام ومرحبا بزملائنا الأعزاء. الفيديو النهاردة مهم جدا جدا جدا, very 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 important for microbiologist. مهم جدا الفيديو ده للناس المتخصصين في مجال التحاليل الطبية, وبالذات التحاليل البكتيريولوجية والمايكروبيولوجية. هتكلم النهاردة عن اخطر اثنين انتبيوتكس لو اسيء استعمالهم, اخطر اثنين انتبيوتكس لو اسيء استعمالهم, واساءة الاستعمال بتبدأ من التحليل الكالشور. لو انت عملت كالشور وحطيت للطبيب التو ديسكس بتاع التو انتبيوتكس رول, وهو كانت خلفيته العلمية كمبتدئ مثلا دكتور في مستشفى عام او في استقبال او في اي حاجة لسه خبرته في الانتبيوتكس مش قوي, تمام, وكتب عليهم زي ما بيقولوا كده في الاتجاه الخاطئ, هتبهدل الدنيا. وشوفنا حاجات من دي كتير. الاثنين النهاردة هنتكلم عنهم, تو انتبيوتكس اللي انت بتستخدمهم كديسكس في الكالشرز عندك, الكلورامفينكول والإيريسوميسين. الكلورامفينكول والإيريسوميسين, الكلورامفينكول خلاص كده محدش بقى بيستخدمه اساسا, الإيريسوميسين لسه شغال لكن بيعمل مشاكل كتيرة. هناخد وهنعرف, طبعا احنا خدنا في الفيديوهات السابقة الإيريسوميسين من ضمن المايكرولايتس, تمام, ان هو من ضمن المايكرولايتس, والمايكرولايتس فوربيدن فور بيشنت هو هاف هيباتيك امبيرمنت, تمام. نتكلم الاول عشان الامور ما تدخلش في بعضها معانا عن الكلورامفينيكول. الكلورامفينيكول هو اصلا ستريبتومايسيس فينزويلا, تمام, ستريبتومايسيس فينزويلا. والإيريسوميسين هو كمان ما يعرف احنا بنحطه في جروب المايكرولايتس, هو برضو ستريبتومايسيس انتبيوتكس, تمام. يبقى احنا عندنا كده, انا عندي كلورامفينيكول والإيريسوميسين والتتراسايكلينز, دول كلهم ايه, ستريبتومايسيس اوريجين, اوكي, لازم نربط الامور ببعضها. طيب تعالى ستريبتومايسيس فينزويلا اللي هو الكلورامفينيكول, هو عبارة عن ايه؟ هو برود سبيكترم انتيبيوتيك, برود سبيكترم انتيبيوتيك. بيشتغل على ايه الكلورامفينيكول؟ هو بريفنت بيبتايد بونز فورميشن اند بروتين سينسيس. احنا في بداية ما درسنا الانتيبيوتيكس يا شباب قلنا ان اي انتيبيوتيك بيشتغل على تركية معينة في السيل, تمام, بيوقف بيها في البكتيريال سيل, في البكتيريال سيل, خلي بالك ركز عشان ما تتوهش, احسن تفتكر ان هو بيشتغل على البروتين سينسيس بتاع الهيومن او البكتيريا بتاع الهيومن. لا, بيشتغل انتيبيوتيك يبقى بيشتغل على البكتيريال سيل, فاي اكشن هقول لك عليه الانتيبيوتيك بيعمله بيبقى على البكتيريال سيل, تمام. بيعمل ايه الكلورامفينيكول؟ بيعمل ايه في البكتيريال سيل؟ بيمنع تكون البيبتايد بوندز, تمام, وبذلك يمنع البروتين سينسيس, وبذلك بيمنع ايه البروتين سينسيس, تمام. ليه؟ في البكتيريال سيل هيحصل ايه؟ ان هيحصل البكتيريال بروتين لما يجي يتصنع التي ار الام ار ان اي, يجيب الشفره بتاع البروتين البكتيري, والتي ار ان اي هينزل السيتوبلازم يجيب الامينو اسيدز ويرصها جنب بعضها, مش هيلاقوا حد يربطهم ببعض عشان يدونا البكتيريال بروتين. يبقى ليه؟ لان هو الكلورامفينيكول منع تكون الايه البيبتايد بوندس, فكده الامينو اسيدز مش هترتبط ببعضها ومش هيتكون بكتيريا بروتين, وهو ده الطريقه اللي بيشتغل بيها الكلورامفينيكول, تمام. الكلورامفينيكول هو طبيعي اساسا, هو مركب طبيعي جاي من الستريبتومايسيس بكتيريال اوريجين ناتشورالي افيلابل بات ناو, لكن اللي يمدي كيميكالي سينثيسايز. وهنا بقى المشكله ان هو دخل فيه التصنيع الكيميائي للكلورامفينيكول, بقى فيري توكسيك تو هيومن, بقى فيري توكسيك تو هيومن سيلز, بقى سام جدا للهيومن سيلز, تمام. وبيشتغل بنفس الطريقه تقريبا اللي بيشتغل بيها على البكتيريا ممكن يشتغل بيها على الهيومن سيل,
ومع اللونج تيرم تريتمنت لو واحد بياخده كعلاج باستمرار بيعمل فشل في النخاع، بون مارو دامج، بون مارو دامج وانيميا. ولذلك احنا بنلاقي امراض الانيميا وامراض الدم كتلت في الايام دي في الدول الناميه، وامراض البون مارو وفشل النخاع بسبب ايه؟ بسبب الاستخدام العشوائي للانتيبيوتكس وحاجات زي الكلورامفينيكول كده. طيب يوز ذا تريتمنت اوف تايفويد فيفر از الترناتيف. يعني بعض الاطباء كانوا بيستخدموه للحمى التيفوديه تايفويد فيفر كبديل. تمام. نو لارج دوزز اند بيشنتس بوست ماست بي مونيتور. تمام، بلاش ندي جرعات عاليه منه. طيب تعالى بقى للايه، للإيريثروميسين. الإيريثروميسين يا شباب هو عباره عن ايه، شد السبوره هنا كده شويه. تمام كده. الإيريثروميسين زي ما ذكرنا في فيديو سابق هو اصلا من الماكرولايز، وهو يعتبر ستريبتومايسيس انتيبيوتيك برضه. تمام، زي التيتراسايكلين وكلورامفينيكول. طيب ايزوليتد امتى الايرثروميسين ده، اكتشفوه امتى؟ عزلوه سنه 52 من الستريبتومايسيس سترين. هاف لارج لاكتون رينج، كيميائيا بيتركب من لاكتون رينج، حلقه لاكتون ومعاها شوجر اتاتشد، شوجر ملتصقه بها. ريلاتيفلي برود سبيكترم، يعني الاسيروميسين الايسوميسين هو اصلا نسبيا كده قوي المفعول، طويل المفعول، برود سبيكترم. فيرلي لو توكسيسيتي، يعني ايه؟ التوكسيسيتي بتاعته قليله ما عدا طبعا مع الهيماتيك امبيرمنت. طيب بلاك بروتينز بلوك بروتين سينسز باي اتاش تو رايبوسومز، برضه بيشتغل على لما بيمنع البكتيريا بيشتغل على ايه؟ على البكتيريا، البروتين اللي بتكونه البكتيريا، بيمنع تكون البروتين ده عن طريق ان هو بيرتبط بالريبوسوم اللي هو قلنا مصنع البروتين البكتيري. فهو الايسوميسين بيرتبط بالمصنع ده، بيمنع دخول الامينو اسيدز والشفرات، فبيمنع تكون البكتيريا البروتين. ان ادمنستر تو اورالي، يعني الايريثروميسين بيتكون بيتاخد كعلاج عن طريق الفم، كبسولات يعني. طيب واوفرز ا يوسفول سبستيتيوت فور ديلينج ويز بنسيلين ريزيستنت ستريبتوكاي اند جونوكاي اند فور تريتنج سيفيلس اند اكني. يعني بنستخدمه كبديل لعلاج الستريبتو، العدوى بالستريبتوكوكاي اللي بتقاوم البنسيلين، لان في ستريبتوكوكاي تديها بنسيلين واخده مناعه منه، وجونوكوكاي نفس الحكايه، وسيفيلس بيعالجه برضه والاكل. تمام. طيب تعالى بعد كده نيور سينسيسايز ماكرولايدز. الماكرولايدز الثانيه بقى اللي غير الايريثروميسين، تمام، دي بايه؟ سيمي سينسيسايز، يعني نص متصنعه، يعني جايبين مثلا الستريبتومايسيس استريم وحاطين عليها بعض الحاجات الكيميائيه، يعطونا كلاريسيروميسين، ده من ضمن المايكرو الماكروليدز اللي بنحطها في الانتيبيوتيك ديسكس برضو، والازيثروميسين، الكلاريسيروميسين. الاثنين دول مفيدين جدا فور ميدل اير ريسبيراتوري اند سكين انفكشن، لعدوى الاذن الوسطى والجهاز التنفسي وعدوى الجلد، اللي هم مين؟ الكلاريسيروميسين والازيثروميسين. تمام. طيب تعال اند هاف بين اولسو بي ابروفز فور مايكوباكتيريوم انفكشن ان ايدز بيشنتس. يعني بيستخدم الايريثروميسين برضه ضد العدوى بالمايكوباكتيريوم اللي هو بيسموه الماك، في عدوى في المرضى بتوع مرض الايدز. تمام. وبكده نكون خلصنا الايريثروميسين ونبذه مختصره عنه، يعني عن الايريثروميسين والكلورامفينيكول، وربطنا ما بين الكلورامفينيكول والايريثروميسين والتيتراسايكلين، وقلنا ان الثلاثه دول ايه؟ ستريبتومايسيس انتيبيوتكس
origin جايين الثلاثه من ستريبتومايسيس، وربطنا بين الايزوثيومايسين وان هو فوربيدن زيه زي اغلب الماكرولايدز على الهيباتيك امبيرمنت، وربطنا ما بين الايزوثيومايسين وان هو من ضمن الماكرولايدز زي الكلاريسروميسين والازيثروميسين، وعرفنا ان الكلورامفينيكول كان ناتشرالي افيلابل لكن دلوقتي بيتصنع، وان هو مع العلاج الطويل المدى بيه بالكلورامفينيكول ممكن يدمر النخاع، تمام، نخاع العظم اللي هو البون مارو اللي هو مصنع الدم، وممكن يعمل انيميا كتيره. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وان شاء الله تابعوا معانا هنشوف حاجات جميله جدا في البكتيرولوجي. تجميع هتخلي البكتيرولوجي ده بالنسبه لك حكايه كده مربطه مع بعضها يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.